معها ولقاء جديد وشخصية جديدة ومدرسة المواهب. ومدرسة المواهب النهارده هتكون مع طالبة متميزة وجميلة جدا، هنتعرف على موهبتها وهي الطالبة سندي سالم محمد أنصر، طالبة بالصف الأول الثانوي بإدارة النسخة التعليمية. أهلا بيك يا سندي. أهلا بحضرتك، أنا سندي في الصف الأول الثانوي في إدارة النظم دايس، برحب بكم جميعا وشكرا لكم. أهلا بيك يا حبيبتي، وكل سنة وأنت طيبة ورمضان كريم. وحضرتك طيبة، الله أكبر، شكرا. سندي أنا طبعا قبل التسجيل قلت لي إن أنا موهوبة في حاجات كتيرة قوي قوي، فأنا عايزة أعرف بقى من الطالبة سندي، طبعاً أنت طالبة موهوبة في القراءة والعزف والاختراع، واخدة شهادات كتيرة جداً، شهادات تقدير كتيرة، واخدة كمان مركز أول في العزف في مسابقة موهبتي 2008، فعايزة أعرف بقى منك الكثير والكثير من الطالبة سندي، اتفضلي يا سندي. أنا سندي وبتقن 6 لغات اللي هم عربي، إنجليزي، فرنساوي، تركي، أذربيجاني وروسي. في مجال العلوم الهندسة والهندسة آخر جهازين اخترعتهم أخذت فيهم جوائز من 2018، كنت عاملة جهاز للمكفوفين لكن بعدين عملت جهاز للسم وضعف السمع والحمد لله أخذت فيهم مراكز كويسة. الجهاز للسم والضعف السمع أخذت. سندي قولي لي الجهاز اللي أنت اخترعتيه كان عبارة عن إيه؟ ودخلت بيه مسابقة الاستفادة. هو جهاز للسمع وضعف السمع، هو على شكل زي موبايل صغير، لكن هو المنتج الاخير اخر بروتوتايب عملته على شكل ساعة، لكن الجهاز بتاعي هو بيساعدهم ازاي عن طريق الذكاء الاصطناعي، فهو بيتكلم بدلهم وبيكفي اغراضهم اليومية وفي كل حال انهم يتحدثوا بدل ما يستخدموا لغة الاشارة. الجهاز الثاني كان سيارة للمكفوفين بس برضه كان على شكل نموذج بدائي. العربية كانت محملة بسنسور وأضوية والجي بي اس نافيجيشن وكان هيساعد على التحرك، والسيارة الذكية كانت بتسجل الحركة وبتعيدها كما هي أو بالعكس، ودي خدت مراكز على مستوى الطلبة. جبتك الأفكار الجميلة دي منين يا سندي؟ انت كإنسان دايماً بيدور، دي حاجة موجودة بالفطرة عندنا كلنا، دايماً بنسأل أسئلة كتير لكن مش دايماً بنهتم بإننا نلاقي أجوبتها. يعني مثلاً الضعف في السمع والسم أنا فكرت فيهم إزاي؟ أنا بس كنت بتسائل هما ليه ما عندهمش أي وسائل، بعدين من التواصل غير لغة الإشارة، بعدين عملت بحث كبير جداً في النت ولقيت ان حوالي 7.5 مليون مصري بيعاني من السمع، ففكرت اني اخترع لهم جهاز زي الجهاز لضعف السمع اللي انا اخترعته. وغير كده انا اصلا دايما بحب اقرا كتير عن الامراض والحاجات الطبيه، ودي حاجه لفتت نظري كتير. جميل جميل جدا. والبحث بقى انت يعني كان عباره عن ايه؟ كتبت فيه ايه؟ وقدمتيه لمين عشان يساعدك في الاختراعين اللي انت اخترعتيه؟ هو انا في الحقيقه ما اخترعتش اختراعين بس، هو كان في اختراعات كتيره وابتكارات، لكن دي اكثر حاجه خدت جوائز واتقيمت بين في المجتمع. اما بالنسبه للكتاب البحث، فكتاب البحث فيه مراجع كتير على الانترنت، في دكاتره كتير بيشتغلوا معانا متطوعين، وفي دكاتره كتير في المسابقات والحاجات اللي زي كده بنشوفها. في دكتوره فاضله ودكتور هبه، هي دايما بتشتغل معانا مع كل الطلبه من علماء الغد، ومعانا مثلا مشرفه القسم العلوم عندنا في المدرسه الشجاع وكيل الانشطه والناس دي كلها ومستقطعين بالظبط. يعني مشرفين الموضوع ده هم اللي بيرشدونا للحاجات العلميه كده. أنا في القراءة وكده، فزي ما حضرتك عارفة اللي بيرشدنا دايما هي أميرة المكتبة، يعني مثلا هي اللي أرشدتني، هي اللي خلتني أروح أحب القراءة. بعدين بعد طب وأكثر الكتب يا سندي اللي قرأتيها يا حبيبتي في المكتبة، أو الأستاذة هيام شجعتك إن أنت تقري الكتب دي؟
ايوه هي استاذه نعيم شجعتني، بس برضه لما بدات اكسب في مسابقات تبع المديريه والوزاره زي ما كسبت في فرسان القراءه المركز الثالث على مستوى الجمهوريه، وده بسبب الاستاذه فتحيه والاستاذه اميره نجيب. فدي حاجات ما حسيتهاش خلتني احب القراءه اكتر واكتر، انا اصلا كنت بحبها بس دي رفعت معنوياتي. الكتب اللي بحب اقراها معظمها علميه، يعني كتب علميه ازاي بقرا في كل المجالات طبعا، عشان معظم المسابقات بيتطلبوا ان احنا نقرا في الفلسفه والمنطق وفي الفيزياء مثلا والعلوم البحته والعلوم التطبيقيه، دي بتحتاج كمان مهارات مكتبيه غير الحاجات اللي بنقراها. بس الكتب يعني ممكن اقول من اكثر الكتب اللي حبيتها هو كتاب زيجموند فرويد. ده خدم كتير يعني هو الكتاب ده، بس هو كتاب علوم نفسيه او طب نفس. هو زيجموند فرويد هو حاطط قواعد علم النفس الحديث، هو اللي تحدث عن القواعد دي وكتب لنا قدام علم كتير كبير جدا ما كناش متوقعينه كده. وهو عالم ألماني وفعلا كتاب فرق معايا في حياتي في حاجات كتير. هنستمع للطالبة ساندي سالم محمد أنور على الأورج لأغنية أم كلثوم أنا في انتظارك. الصف الأول الثانوي بإدارة النزهة التعليمية في الحلقة القادمة بإذن الله. انتظرونا غدا في نفس الموعد ومدرسة المواهب مع أرق تحياتي هناء فوزي أحمد أبو زيد هندسة إذاعية.